ضائق صدرك، ضاق رزقك، كثر مرضك، كثر همك، كاد قلبك وصدرك أن ينفجر، تقلبت عليك الليالي وتلومت، علاقتك بالصلاة ضعيفة. أما ولو أنك تصلي كلما جاك أتاك الهم، أليس الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ الخاشعين، المنيبين، المنكسرين، الذين إذا وقفوا بين يديه سجدت قلوبهم قبل أن تصل الجباه إلى الأرض. الصلاة أيها الأحباب ليست حركات رياضية مفرغة من الروح. الصلاة لقاء العبد واتصال العبد بالله، وهو فوق الأرض لا يمكن أن يستغني عن الله، ولذلك بنى الله فوق ملكه بيوت